مرحبا، معاكم وليد. يا حلو وسهلا فيكم في قناتي. كل اللي تحتاجون تعرفونه عن وصفة اليوم انه هي خبز مقلي. احتاج اقول شيء زيادة؟ خبز مقلي. نشوف المقادير مع بعض. بلش بالدراي انجريدينت. عندنا 150 جرام طحين ابيض و150 جرام دقيق الذره اللي هو الكورنميل. عندنا 10 جرام سكر ابيض و10 جرام بودره البصل، 5 جرام بيكنج باودر، 5 جرام ملح. على هذه المقادير الناشفة راح نضيف 250 ملي حليب كامل الدسم، بيضتين. أول شيء راح نبتدي بالمقادير الجافة. نحط الطحين، دقيق الذرة اللي هو الكورن ميل، سكر، بيكنج باودر، ملح، بودرة البصل. نخلط المكونات عدل، نوزعها بالتساوي قبل ما نضيف أي سوائل. ننزل البيض، حبتين بيض. بعدها على طول الحليب. نخلط المكونات عدل لين يتكون عندنا العجينة هذه. هذا هو القوام المطلوب. الحين نسخن الدهن. نقدر نستخدم اي نوع دهن موجود، اهم شيء انه لازم يكون ديب فاير، يعني الدهن كثرة. لو بنحسبها نبي الدهن عمقه 5 سنتي من قاع الجدر. إذا الثرموستات موجود نبي حرارة الدهن تكون 180 درجة مئوية. نتأكد أن درجة الحرارة وصلت أو نتأكد أن الدهن حار قبل أن نبلش تشكيل الخبز. المطلوب منا هذه الوصفة أن احنا شو نسوي؟ نكور العجينة ونقطعها. طبعا انا هني اتبعت نظام القفشتين، حاولت اني اكور العجينة بالقفشتين واقطعها بالدهن. طبعا مثل ما انتم شايفين بالنتيجة الكور ما ضبطوا بالضبط. اذا قدرتوا انتم تضبطونها بالقفشتين قولوا لي الطريقة بالكومنت او اتركوا لي منشن على فيديو شايفينه او لينك بالكومنت تحت. نبي نتعلم شلون نسوي كرة بالقفشتين.
على حرارة الدهن طبعا. العجينة هذه المفروض تاخذ ويانا بين 3 إلى 5 دقائق تكون خالصة. نطلعها نتركها على كلينكس علشان يمتص الدهن زايد. نكمل بهذه الطريقة لين تخلص العجينة. كذي نكون خلصنا وصفتنا. أهلاً وعليكم بالعافية. إذا في أي سؤال أو استفسار تقدرون تتركونه تحت بالكومنتات، إن شاء الله راح نرد عليكم بسرعة وقت ممكن. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه. نشوفكم إن شاء الله على خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.